انا ما بحبش اصلا البنات الكيوت اللي ايوه حد يشخط فيهم يعيطوا، ما بحبش الجو ده، بحب البنت تبقى جدعه كده و... اشخط فيك اضربيه بالروسية على طول. اه اللي يخبطك قلم اديله 10. اكسب ايتم فتمام، انا من اول ما الدبل جه انا مش هكسب ايتم. تمام انسي يا روحي الطائر. شكرا اسلام، شكرا. انا كويسه يا شوقي الحمد لله. مسلسل رمضان عجبك جدا، ربنا يخليك يا رب. اهل الصف حبايب قلبي، اهل حلوين. الدبل عايز دبل فعلا، فاضل 2200 نقطه. وانا بحبكم جدا. ان في جزء تاني، في جزء تاني من المسلسل، في اخبار كانت نازله ان في جزء تاني. لا مفيش اي حاجه. طب انتي ايه اكتر مسلسل شفتيه في رمضان وحبيتيه غير من اعمالك؟ طبعا أعلى نسبة مشاهدة ونعمل أفوكاتو. بحبهم قوي. طب لو انتي كنت هتعملي دور في مسلسل في رمضان ما اشتركتيش فيه من نعمل أفوكاتو أو أعلى نسبة مشاهدة اللي انتي شفتيهم، يعني كنت تعملي أي شخصية؟ أي ثلاث سنين. أعلى نسبة مشاهدة شخصية إيه؟ شيماء. أنا كنت حاسة إنك تقدري تلعبي المرحلتين، مرحلة الغنى والجواز ومش عارف إيه والكلام ده، مرحلة إن هي قد إيه كانت على نيتها وكويسة وفي ناس كتير سوحت. أنا كنت هلعب دور أختها عادي جدا. نسمة الكاريزما. نسمة الكاريزما. كان هو دور شرير بس حلو. كانت هبلة يا عيني. باي يا طائر، مع السلامة. هتطير انت؟ طب انت مواعيدك ايه هنا؟ قولي لنا ايه مواعيدك هنا عشان نبقى نطلع دايما مع بعض. عايزة يا بنتي، ده انا بقالي شهر ما دخلتش. تفتحيش كتير؟ انا كنت في رمضان مثلا. طب ليه مش بتباعي كتير؟ ما بطلعش اصلا، ما بطلعش لايف. انا ببقى قاعده في البيت زهقانه كده، بروح فاتحه اقعد ارغي مع الناس، ارد على الاسئله، نغني، نفتح موضوع، نتخانق، حد يبقى مضايقني اروح فاتحه في لايف كده يعني. ده يعني اللي هي هي وظروفها. اه زي ما تيجي تيجي كده. ايوه حركتونا قدام ايتن قوي يا جماعه، حركتونا جدا. نايس. علينا ليه؟ صاحبه عليكم يا بت ليه؟ جودر في جزء تاني؟ اه في جزء تاني في جودر، بس انا مش هبقى فيه اكيد. فين بنتك يا ايتن؟ نامت. ولادي ناموا من بدري، الساعة 12 يا جماعة دلوقتي عندنا في مصر. بكرة اجازة. اه لا بس برضه لازم يناموا بدري. النهارده اتأخروا، ناموا الساعة 10 تقريبا أو 9 ونص. طبيعي بيناموا الساعة كام؟ 8 ونص 9. كل يوم؟ انتي ايه بيبقى هوست البيت بعد الساعة 9 بالليل؟ عظيم. وانا بنام بدري وبصحى بدري، انا بنام برضو واحدة اتنين بصحى الساعة 7 8. برضو معاهم في المدارس ما بتناميش تاني؟ لا ما بنامش. طب يوم ايتم بيمشي ازاي؟ لو ما فيش تصوير، لو ما فيش سفر او تصوير. اصحى الاول اشرب القهوة وافضل قاعدة 3 4 ساعات، بعدين افطر، وبعدين اروح اجيب العيال من المدرسة. 3 4 ساعات دول لسه بتفوقي؟ لا بقعد 3 4 ساعات اشرب في القهوة وتبرد واسخنها وتبرد واسخنها كده. بنعيش مع القهوة 3 ساعات. اه بعدين افطر، وبعد كده يكون بقى ميعاد المدرسة قرب، واروح اجيب العيال من المدرسة او اتمرن واروح اجيبهم من المدرسة على حسب يعني اليوم فيه تمرين ولا مفيش. وبعدين يا ستي بروح اجيب الولاد من المدرسة، دي نتغدى وعندنا تمارين نروح التمارين، مفيش تمارين نفضل قاعدين في البيت، عندنا دروس مفيش دروس، تلاقيني عامل الغدا وناكل، وبعدين بقى نقعد نتفرج على التلفزيون، نعمل حاجة، بس خلاص اليوم بيخلص. ما بيخرجوش؟ لا ويك اندز، ما بنخرجش في الويك دايز. لو يوم طبيعي ما بنخرجش، بنخرج في ال. طب هما بيحبوا اكتر الساحل ولا شارم وجونه وكده؟ طبعا ساحل. انا ولادي بيلعبوا كوره وسباحه. ما شاء الله ما شاء الله. حد سألني تحت بس كان لازم ارد. هو التمارين بتبقى سباحه كاراتيه ايه؟ قول لهم التمارين بتبقى كوره وسباحه وكاراتيه مثلا.
كورة وسباحة، في ناس بتمرن تنس، في ناس بتمرن جمباز، بس أنا الحاجات دي مش مجتش مع عيالي، ولا جت الباسكت حتى مجاش مع بنتي، مع إن بنتي طويلة ولا كاراتيه ولا اي حاجه، مش مجاش معاها للأسف. بس هي بتتمرن سباحه دلوقتي صح؟ سباحة وكورة، طب حلو يعني. طب ما السباحه حلوه جدا، السباحه اصلا دي يعني لياقه، ومعظم البنات بتحبها. والكوره طبعا طبعا يعني يبقى عندنا فقد في البنات في الكوره ان تبقى حد ستار. لا ان شاء الله هي مش هتكمل في الكوره، هتكمل في السباحه، بس انا حباها تلعب كوره عشان الكوره برضو بتنشف البنات شويه. انا ما بحبش اصلا البنات الكيوت اللي ايوه حد يشخط فيهم يعيطوا، ما بحبش الجو ده، بحب البنت تبقى جدعه كده و... يشخص فيك يضربيه بالروسية على طول اللي يخبطك قلم اديله 10 على طول ونحل بعدين بقى المشاكل دي، تحلها بعدين. بعدين. بالظبط حبيبتي يا منامينو، يومك جميل وزي الفل، زيك يا فله. ونطلع مع بعض بس، والنبي بيطلع لنا كتير عشان بتوحشيني. حبيبي حبيبتي، اشوفك على خير يا قمر. الله يا قلبي، باي باي. باي.